جدا. ده في شغل جاي جديد، ده اللعيبه لما نبلغ بقى بالاتجاهات، لا هنبلغ بالفيديو ده بيعمل ايه بالظبط. فهو ده اللي انا بتكلم حضرتك عليه، ان كل حاجه بتتعمل. فكابتن ميدو ممكن في الماتش يجي يسالني يقول لي اللعيب ده شاط كام كوره، خلص كام كوره. تامر بيبقى على طول لازم المعلومه تبقى جاهزه وانتوا لينك مع كابتن حسام. بالظبط، لازم لما يطلب المعلومه احنا عملنا كام خطا، ضيعنا كام سيرف، جبنا كام ايس في الماتش، خدنا كام لوك، كل اللعيب اترفع له كام كوره، خلص كام كوره، سواء الفرقه بتاعتنا او الخصم. صحيح، فالكلام ده كله هو بيطلبه على طول. صحيح، فلازم الكلام ده المعلومه تبقى جاهزه. واثناء الماتش بتفرق في قرار، في تغييره. بالظبط، بتفرق. بالظبط، وده دوركم انتوا كاسيستنت اكيد برضو. يعني ممكن يبقى كوتش يعني عينه في الملعب، لو حد فيكم شاف حاجه بيجري يبلغه على طول. بالظبط، هو يعني بصراحه هو كابتن ميدو ساب لنا مساحه ان احنا نتكلم. هو ده. نتكلم مع اللعيبه سواء في التمرين او في الماتشات، او هو ممكن يجي يتكلم معانا. ممكن نعمل ايه، ممكن طبعا هو القرار الاول والاخير ليه طبعا، بس المساحه، بس هو بيدي لك مساحه ان انت بتتناقش معاه، مش ديكتاتور في قراراته. حتى في اي حاجه ممكن يجي يتكلم معاك يقول لك ايه انت شايف ايه الوضع. هقول لك على حاجه بسيطه، ممكن هو يبقى واخد القرار بس هو بيحب يسمع اراء اللي حواليه. ممكن حاجه هو مش واخد باله منها. بالظبط، فهو بيحب يسمع اراء اللي حواليه. هو النقطه دي طبعا فيه ومريحانا، طبعا فيه تفاهم كبير بيننا وبين بعض. مش من دلوقتي، احنا من زمان يعني، عارف طبعا، سنين طويله مع بعض. كابتن تامر وكابتن ميدو من زمان واحنا مع بعض، واحنا اصحاب من واحنا يعني في الناشئين في النادي. ما شاء الله. فدي مخليه برضو اريحيه في التعامل بيننا وبين بعض، في تفاهم. والحمد لله هو ده سبب ان احنا يعني الراجل. كابتن، كلام حضرتك ده يعني بيدل على ثقه كابتن محمد مصالح ميدو في نفسه، لان لما يدي مساحه للجهاز اللي معايا هو واثق في نفسه. الحاجه الثانيه ثقته فيكم ان انتوا هتاخدوا المساحه دي وهتقدوها.